غادي نفصل معكم واحد الكسوة عصرية، يعني تجي من القدام مقطوعة داك نصف دائرة من القدام، يعني تجي هنا كل في في الأمام ديالها، وتيجي اليدين ديالها واسعين وفيهم البليات. هانتوما البنات غادي وانتوما معايا، ربي يخليكم. بسم الله على بركة الله. أول حاجة تنشدو القياسات ديال هاد السيدة هادي، كنديرو كنشدو التوب تنديرو على 4، تنثبتو التوب مزيان باش ما يتحت ليناش، تنديرو على 4 وكنشوفو واش تقاد لينا عاد باش ممكن نفصلوه إن شاء الله. على بركة الله هاني معكم. بسم الله كناخدو 7 سنتيمتر ديال التقويرة بالعنق، عندها في الكساف ديالها 36، 36 مقسومة على جوج تعطينا 18، يعني عندها في الكتاف 18. أنا غادي نزيد 1 سنتيم ديال الخياطة، يعني غندير فيه غندير 19. هانتوما البنات هنا تنهبط تقريبا بواحد جوج سنتيمتر. هانتوما عندها في التركيز ديالها البنات 25، 25 عندها الصدر ديالها عندها 24، عندها 24 الصدر ديالها. نشوف البنات كنعبروا تقريبا من الكتاف من هنايا، نعبروا من الكتاف للحزام كنعبروا 33، 33 عندها. هانتوما هي 33 ديال الحزام، يعني كنعبروا من الحزام كنعبروا الدورة ديال الحزام ديالها شحال عندها، عندها 27 في الدورة ديال الحزام. هاي البنات الدورة ديال الحزام هي نقطع البنات معكم. البنات راني يدي ما قدرتش نضغط على المكس مزيان، ناخذ هذا الامام هذا ونجيو هنا للعنق، تنعبروا تقريبا 10 سنتيمتر هي، وهنا كنديروا في، يعني كنديروا هنا كول في، هي بغاتها كول في، يعني الا بغينا نقطعوا كول في تنديروا لها هكا، بغينا نقطعوا كول داير تمشيو بهذه الطريقه بحال، يعني كيعطينا داك نصف دائره، فاش نحلوه هكا كامل تعطينا دائره، الا كنا بغينا نقطعوه دائري، يعني الا بغينا نقطعوه في كل في هكا هي الطريقه ديالو بحال الشكل ديال المثلث. نتوما الناس نتوما البنات هو الشكل النهائي ديالو ديال هذا واش قطعناه، يعني هنا غادي ندير ليه البي، ما غندير البي ان شاء الله. نتوما البنات راه عبرت لي هذاك الطول، عبرت لها الطول ديالها، يعني راه قد الطول ديالها عفوا البنات، يعني هنايا كناخذوا داك عبرت عاوتاني من الكول ديالها حتى لهنا داك الطول ديال الامام، يعني هنا غناخذوا الامام بوحدو. تابعوا معايا البنات هناخدو الامام بوحدو، هانتوما البنات تنعبروا من هنا من هاد النقطه هادي، بقاش راه عبرنا الطول ديال هاد الامام داكشي اللي بغات في الطول ديالو، يعني كنديروا هنايا واحد كنطراسيو هنايا
الطول ديال الامام وتنشدو السنتيم من هاد النقطه هذه اللي تراسينا تنعبروا كنلقاو 36 هانتوما البنات يعني تنديروا هاد الطريقه هذه باش نجيب هاد النيشان سهله البنات الطريقه هذه باش ترتاحوا نتوما فاسميش في الخدمه ديالكم هانتوما البنات هي الطريقه سهله هانتوما راه باقي غيكونوا دوك البليات هنايا هانتوما البنات البنات كنشدوا الكمام بنفس الطريقه تنديرهم على أربعة بنفس الطريقه اللي درنا للامام والخلف هانتوما تنشدوا هاد التركيز هذا هانتوما البنات خصكم تثبتوا الثوب كتقلبوا هنايا تشوفوا كما هانتوما كنشدوا الان هذا اما الخلف او الامام كنشدوا التركيز ديالو كنحطوه على الكمام وتنطراسيوه بالطباشير او لا باش ما بغيتوا هانتوما تناخذوا الطول ديالها الطول ديال الكمام فيهم الطول ديال الكمام فيهم 58 يعني كنزيدوا واحد سنتيم نديروا 58 في الكمام يعني كنزيدوا واحد سنتيم يعني كنزيدوا واحد سنتيم بالخياطه ديال هنايا ديال ما بين التركيز والكمام يعني ديال هنايا ديال التركيز الكتاف يعني كنديروا 59 كنخليو عاوتاني داكشي اللي غنطنيو هاد السيده هادي عندها لاستيك يعني غندير لها لاستيك هنايا في الكمام ديالها يعني غادي نخلي واحد نخلي 3 ديال السنتيمتر يعني غادي ندير 62 هانتوما البنات عندها 18 في الدوره ديالها الدوره عندها 18 الدورة ديالكم يعني ماشي عندها 18 كامله دايره ما عندهاش 18 كامله عندها 36 في الدوره ديالكم ديالها يعني كناخذوا غير ربع كناخذوا النص ديال الكم يعني عندها 18 نديروا 18 وسنتيم ديال الخياطه يعني غنديروا 13 هانتوما البنات 19 درنا نشدو الطول ديال الكم هانتوما البنات هنايا السيده هادي هاد الكم ديالها غيكونوا فيه البليات هنايا يعني غيكونوا البليات هنا غيكونوا بعاد على هاد البلاصه اللي غندير فيها لاستيك فهمتوني البنات هانتوما تقريبا هنا غيكونوا دوك البليات هنايا هانتوما يعني حتى نكون كنخيط الكمام باش غيبان لكم هادشي مزيان يعني هنا كنديروا لاستيك هنا تقريبا غادي نديرو يعني غنديرو ديك 18 مقسومه على 4 كتعطينا 9 يعني غندير لها 9 هنايا في الدوره ديال هنايا اللي غنديرو فيها لاستيك باش تجي مجموعه على اليد
على بركة الله احنا غادي نقطعوا هذا لكم. هنا البنات بقا تحطوا غير التركيز ديال الخلفة والامام، يعني غيجيكم ساهل ومضبوط مزيان. انا راه وريتكم الطريقة كيفاش. البنات اللي تابعتني اللي داخلة عندي في هاد الفيديو هذا، بغيت نقول لكم بلي انا ديك الوصفة الوجه عطيتها لواحد السيدة الجارة ديالي، دارتها 3 ايام جات تشكرني ما خلات ما دارت، وقالت لي اول مرة تعطيني هاد الوصفة هذه نتيجة، قالت لي ما خليت ما درت يعني، وشكرتني عليها بزاف بزاف. وفعلا نيت راه ما درتهاش انايا حتى، يعني حتى جربناها وعرفنا اشنو كاين فيها عاد باش قدمتها لكم انايا، يعني هائله راه في ظرف 3 ايام تبعاتها عطاتها نتيجه، يعني كما كان العمر ديالكم، يعني كتخفف لكم دوك التجاعيد. وبالنسبه اللي الله بداو فيها التجاعيد ما تيبقاوش كاع نهائيا، من يعني من الاستعمال الاول تتبان النتيجه، كتبيض وكتوحد اللون، التجاعيد ما تتخليوش في البشره كما كان العمر ديال الانسان. يعني غير هذه الوصفه هذه تبعوها، يعني زوينه دخلوا لها وانتم غتشوفوها، وزوينه والمقادير اللي فيها سهلين بزاف بزاف، وبصحتكم وراحتكم ان شاء الله يا ربي. يلا البنات بصحتكم وراحتكم، تنخيطوها ونتلاقى معكم ان شاء الله. البنات من بعد ما فصلنا هذيك الكسوه اللي فصلنا بعضياتنا، انا ان شاء الله اليوم غادي نخيطها باش تشوفوا الطريقه ديالها ان شاء الله يا ربي. وانتم غندير داك البيل هنايا في هاد التقويره هذه ديال العنق، ديك التقويره اللي درناها في نحطو البي على الداخل ديالها. هانتوما البنات ما درت هاد البي هذا هانتوما البنات، الا مباشر يدور لكم البي جاكم شويه صعيب، حاولوا انكم تقطعوا واحد شي شويه هاد الحاشيه هادي غير شويه. بالنسبه اللي ما بغاش يدور لها، انا غير بغيت نوريكم الطريقه ما انا راه كنحاول معاه حتى كندورو غير شويه، ما تنسوش الخياطه. طريقه سهله بزاف، يعني خصكم غير تركزوا شويه. هاد البياده تنديروا على الوجه ان شاء الله. ماشي حتى مشكل فيه، حاولوا نتوما تعطيو الوقت، نتوما كبقى تجرو هاد البلاصه هادي، جروها لعندكم هادي، جروها لعندكم عاد باش غدورو هذا باش ما يجيكمش مكلمش. نتوما البنات طريقه سهله ان شاء الله يا ربي. تنجي حتى لهنا في الوسط، تنشدنيش لهنايا، تنجي حتى لهنايا في الوسط، تنشد غير واحد جوج غرزات هنايا ونبقى ندير فيهم الكوندارين. غندير واحد الكوندارين هنايا البنات،
الشكل ديال هذا الامام هذا اللي درنا فيه هاد كل في، يعني هانتوما باقا غادي تحدد هانتوما عاد باش غتعطي هانتوما البنات. من بعد ما لصقت هذا الامام مع هذا الامام هذا من هنايا القطعه اللي قطعناها ديال الامام غادي نطويوها تقريبا غير واحد نص سنتيم شي اللي غيدور لينا. ندير واحد شويه البليات هنايا في اليد نفس الطريقة البنات تنشدو غير شوية ماشي بزاف الطريقه هذه حتى نكملوا ان شاء الله اليد ديالنا. انا غنكملها ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. انتم البنات نتوما البنات نشدو لاستيك نشدو كنثبتوه من القنت لهاد القنت هادي فاش نكونو باش الى خيطنا ندورو ثاني نعاودو ندورو باش نثبتو لاستيك مزيان الشكل النهائي ديال اليد هكا كتجي اليد دايره
باقا غادي تحدد عاد باش غتعطي الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي ديالها ملي درت ليها كل في هنايا وحليت لها شويه هنايا باش ندير لها العقده. نتوما حتى هادي يعني راه باقي حتى تندوزها للبلانشه باش غادي الحديده باش غادي تحدد لي مزيان. عاد غادي يبان الشكل النهائي ديالها. هما اليدين ديالها يا البنات هو الشكل النهائي ديال اليدين. نتوما هانتوما هذيك الجهه اللي قطعنا الجهه الاماميه اللي قطعنا هو الشكل ديالها. هانتوما الناس الصحه والراحه. يلا باي باي عليكم هكذا.